الذي أنكر كفر النصارى، هناك يعني ناس جهل كثر ولهم في ذلك تأويلات وشبه. كنا الكلام ده كان في بداية العهد مثلا سبعينات الثمانينات التسعينات، كنا نقول إن دي مسألة ضرورية واللي ينكر يبقى كافر. دلوقتي يعني اللي أنا أخشى إن اللي يقول إن النصارى كفار يكون هو الذي أتى بالمنكر. أنا قلت لكم من قبل إن كان فيه واحد يعني وراجل يعني ما شاء الله منصب كبير في الجامعة، وكنت لسه يعني شاب صغير، كان ده منذ أكثر من 25 سنة. إحنا مش عاوزين في الجامعة تكفير ولا مكفرتية ولا جنازير ولا بتاع. فالكلام أخذ بعضه، النصارى كفار، قال لا مش عاوزين التكفير ده. يا عم الله يصلح حالك، ربنا بيقول الكلام ده في القرآن. ما كانش مصدق إن دي موجودة في القرآن. ولو كانت موجودة في القرآن قال طب بس نشوف المسألة ديت، مش قادر يتصورها. فلما يجي مثلا عميد كلية أصول دين ويقول لك إن الكفر ليس المقصود به الخروج من الملة، وإنما المقصود بالكفر هو التقطيع، ويقعد يعمل لك لها تبريرات، هتعمل إيه بقى للراجل اللي هو يعني ليس عنده دراية ولا تحصيل ولا فهم فيقول إن هم ليسوا كفار؟ إحنا بنقول كما موجود في القرآن، لكن يمكن أن نجد بعض الناس لا يكفرون النصارى إما جهلا وإما تأويلا، ممكن نجد. هل يبدع من كفرهم أم لا؟ والله أنا يعني لا أميل إلى تبديع من كفر، ولكن أقول إن هذه المسألة يجب فيها التريث وإقامة الحجة، زي ما احنا ما بنكفرش إلا بعد إقامة الحجة، برضك ما بندعش إلا بعد إيه؟ إقامة الحجة، من باب أولى. نعم. وهناك درس طويل برضك في هذه المسألة حوالي ما يقرب من ساعتين، يمكن أن ترجعوا على موقع البصيرة، وإذا لم تجدوه على موقع البصيرة إلى الصفحة الخاصة بالفقير المسكين.